أهلا بكم يا أصدقائي في سلسلة اختبر قدراتك في الشطرنج، اختبار رقم 9. سلسلة اختبر قدراتك في الشطرنج من إعدادي دكتور عصام حمد. السلسلة دي هي عبارة عن اختبارات، وكل اختبار عبارة عن دور لأقوى لاعبي العالم. في كل دور بعد ما نخلص الافتتاح بنقف عند موقف في وسط الدور، وكل موقف بنديك وراه 3 دخلات مقترحة ان انت تلعبها، وبنقول لك اهميتها ايه، وليك ان انت تختار احد هذه الاختيارات. وكل اختيار له درجة اقصاها 5 نقاط، يعني 8 مواقف مجموعهم 40 نقطة. في نهاية كل دور بتجمع نقاطك اللي انت بتحرزها وبتقارنها مع جدول النقاط لتستطيع التعرف على مستواك. وانصحك تجمع نقاط 5 اختبارات وتعمل متوسطها وتقارنها مع الجدول. لو انت احرزت اكثر من 35 درجة بتبقى تعتبر استاذ دولي كبير، لو من 25 ل35 فانت استاذ دولي، من 20 ل24 انت استاذ محلي، من 15 ل19 فانت لاعب قوي، من 10 ل14 لاعب متوسط، واقل من 10 بتبقى مبتدئ. شكرا، ويلا نشوف الاختبارات. الاختبار التاسع هتلاقيه مشابه للدور الثاني والثالث في السلسله، وبيتميزوا بان احنا بنضحي بيدا بطريقه استراتيجيه، ان احنا بنضحي بيدا مش علشان نكسبه تاني، لا، علشان ناخد موقف بيكون افضل ونلعب اكتر من نقله ولسه ما عوضناش البيدا اللي احنا فقدناه. المره دي بتختلف ان الموقف بيكون فيه الوزير والرخين اللي احنا بنسميهم القطع الثقيله. تعال نشوف الدور. الابيض يفجيني توماشيفسكي من روسيا وكان تقييمه 2707. الاسود ديمتري بوشاروف من روسيا وكان تقييمه 2580، يعني النهارده الدور بتاعنا بين 2 جراند ماستر روس. المباراه ابتدت G4 نايت F6 C4 E6 G3 C5 D5 Fg5 Cfg5 والاسود هنا هو لعب B5، نقله طموحه جدا. الاسود بيحاول ان هو يوصل لحاجه بنسميها بنوني المحدد، المفروض هنا بيتلعب D6 وده بيبقى البنوني العادي. نرجع لدورنا، B5 E4. الابيض طموح برضو زي الاسود وبيضحي بيدا بنسميها تضحيه موقفيه، نايت في E4 بيشوب G2. هنا هو الابيض قرر ان هو يلعب بطريقته الخاصه، المفروض هنا هو بيتلعب بدال البيشوب G2 بيتلعب كوين E2 كوين E7 بيشوب G2 F5 نايت H3 B4. وفي دور بين لامي ستيلا وهوجي فن 2010، لامي قام هنا بتضحيه فرق، برضه تضحيه موقفيه ادت الى فوزه سريعا كالتالي. تبييته نقله جميله، بيشوب A6 كوين C2 بيشوب F1 كينج F1 G6 نايت D2 بيشوب G7 نايت في E4 F4 G6 كوين في D6 كوين في E4 كش كينج F8 بيشوب F4 وفال. نرجع لدورنا، يعني احنا قلنا لعب بيشوب G2 نايت D6 نايت F3 بيشوب E7 تبييت بيشوب F4. بنلاحظ هنا الابيض بيستطيع تعبئة قطعه بحرية، انما الاسود بيعاني علشان يقيم التعاون بين قوته، نايت A6 روك E1 بيشوب B7 نايت C3 B4. وهنا وصلنا للموقف الاول والسؤال الاول. الابيض هنا له 3 اختيارات حدهم لك، وهقول لك فايدة كل اختيار ايه وانت تختار النقلة اللي انت عاوزها. الاختيار الاول نايت A4 وتحافظ على كل القطع فوق الرقعة. الاختيار الثاني بيشوب في D6 وتقاتل من اجل المبادرة. الاختيار الثالث تلعب نايت E4 وتحافظ على التمركز. فكر وهرجع لك. الابيض لعب
بيشوب في دي 6، وده تجديد قوي، والاسود مش عارف ياخد اي وقت عشان يلتقط انفاس. اذا كان لعب نايت اي 4 اتلعبت قبل كده مرتين في ادوار مسابقات، ولكنها بتعطي الاسود فرص اكثر علشان ينتهي من تعبئة. اما اذا كان لعب نايت اي 4 فهنا بتبقى التكمله نايت في اي 4 روك في اي 4 دي 6، وديت بتدي الاسود موقف عادي ولذلك لا تستحق اي نقطه. نرجع للدور، بيشوب في دي 6 نايت اي 4، ومره الثانيه الاسود عليه رد الفعل بيشوب اي 7. اذا كان لعب ده البيشوب اي 7 لعب كوين سي 7 بيكمل نايت اتش 4 جي 6، بيلعب النقله الجميله نايت اف 5، والابيض له فرص هجوميه رائعه على جناح الملك. نرجع للدور، الابيض هنا لعب دي 6، وهنا بيقسم الموقف بتاع الاسود الى جزئين، بيشوب اف 6، وهنا وصلنا للموقف الثاني والسؤال الثاني، والابيض له ثلاث اختيارات، هل يلعب كوين دي 2 يربط بين الرخين وفي نفس الوقت بيدافع عن البي 2، او يلعب كوين دي 3 ويربط بين الرخين برضه انما بيستهدف الاي 6 والاتش 7، او يلعب نايت في اف 6 بكش ويحافظ على تقييد فرص الاسود الى اقل مستوى. فكر وهرجع لك. رجعنا تاني، والابيض لعب نايت في اف 6 بكش، ودي نقله مش متوقعينها قوي علشان بتساعد الاسود بان هو يعبق قطعه جديده، انما في نفس الوقت اتخلص من الفيل اللي كان على الاف 6 اللي كان ممكن يكون مدافع قوي. اذا كان لعب كوين دي 3 بيكمل الاسود بيشوب في دي 2 روك اللي في ايه بي 1 بيشوب دي 4. طبعا لو كان لعب بيشوب اف 6 نقله وحشه، بيلعب نايت في اف 6 كاش وين في اف 6 وبيكسب قطعه بعد نايت جي 5، ولذلك هو لعب بيشوب دي 4 يكمل نايت اللي في اي جي 5، والابيض له لعب جنبيه جيد برضه لما تاخد نقطتين. نرجع للدور، النقله الثالثه كوين دي 2 وهتكمل بيشوب في اي 4 روك في اي 4 روك سي 8، والاسود فرصه زادت في ان هو يكمل الدور ولذلك بدون نقاط. نرجع للدور، يبقى الابيض لعب نايت في اف 6، الاسود لعب كوين في اف 6، وكده وصلنا للموقف الثالث. الابيض له ثلاث اختيارات، اختار منهم واحده، هل يلعب كوين دي 3 ويربط الرخين مع الضغط على النايت اللي في اي 6، او يلعب روك اي 7 ويقتحم المعسكر بتاع الاسود مع مكسب للوقت، ولا يلعب نايت اي 5 ويستمر في الهجوم بدون خسارة وقت. فكر وهرجع لك. الأبيض لعب نايت اي 5، نقلة جميلة جدا، ومن الواضح ان اللي بيكسر القطعة الصغيرة الأخرى بيؤكد ان الحصان اللي على اي 6 أصبح خارج اللعب. إذا كان لعب كوين دي 3 مش نقلة وحشة، ولكن ما أقدرش أديها أكتر من نقطة واحدة علشان زيها زي الروك اي 7 ما بتقدمش كتير، لازم نحافظ على المبادرة في المواقف اللي زي دي. نرجع للدور، أبيض لعب نايت اي 5 رد عليه بيشوب في جي 2، وهنا وصلنا للموقف الرابع، هل الأبيض يلعب كوين دي 3 لإنهاك الحصان الأسود أولا، أو يلعب نايت في دي 7 ويلعب من اجل ان هو يفوز بمادة كبيرة، او يلعب كينج في جي 2 وياخد الفيل بكل بساطة. فكر وهرجع.
رجعنا تاني والابيض لعب كينج في جي 2 لاسترجاع الفيل والحفاظ على كل التهديدات في الاحتياط. اذا كنت اخترت نايت في تي 7 نقلة كويسة وبتستحق نقطتين، لكن هديك كمان نقطتين زيادة اذا كنت شفت التكملة التالية: كوين اف 5، نايت في اف 8، بيشوب اف 3، دي 7. لو كنت شفت ده هيك تاخد نقطتين زيادة، وده هي بتهديدات خطيرة. طبعا انا مش متوقع ان يكون اي حد حسب بعد النقطة ده هي. هنكمل ونشوف الخط ده يستكمل ازاي. بيشوب في دي 1، روك اللي في اي في دي 1، اتش 6 دي 8 يبقى وزير، روك في دي 8، روك في دي 8. دلوقتي طبعا الابيض له تعادل بالكش المتتالي، لكن هو طبعا طموحه اكتر من كده، بيكمل دي 3. الاسود دلوقتي عليه ان هو يرجع حصانه للعب. اذا كان الاسود بدال الدي 3 لعب سي 4، بيكمل الابيض روك اي 5 نقله جميله، كوين دي 1 كش، كينج جي 2 سي 3، وهنا بتيجي النقله المدهشه اتش 4 بفكره اتش 5 وشبكه المات اللي للملك الاسود. ولذلك نرجع للتفريع الرئيسي بعد البي 3، ايه بي 3، نايت بي 4، روك اللي في اي اي 8، كوين بي 1 كش، كينج جي 2، نايت دي 3، نايت اي 6 كش، كينج اف 7، روك اتش 8 كش، كينج جي 6، روك في دي 3، اف في اي 6، روك اي 3. والاسود مازال في حالة دفاع. نرجع نشوف النقلة الثالثة. النقلة كوين دي 3 بتخسر قطعة بكل بساطة. بيرد الاسود سي 4 نقلة جميلة، كوين في سي 4، بيشوب دي 7، ودلوقتي النايت في دي 6 ما تنفعش قصاد الكوين اف 3، وعشان كده النقلة ملهاش نقاط. نرجع بعد كينج في جي 2 كمل روك اللي في ايه دي 8، ودلوقتي وصلنا للموقف الخامس والابيض له ثلاث نقلات. النقله الاولى كوين اي 4 بيطارد الحصان الاسود، النقله الثانيه كوين دي 5 بيمركز الوزير، النقله الثالثه اف 4 بيدعم الحصان القوي اللي هو على اي 5. فكر وهرجع. رجعنا تاني والابيض لعب كوين دي 5، دي النقله الاقوى موقفيا، والتمركز دلوقتي بقى كويس قوي. اذا كان لعب كوين اي 4 مش وحشة برضه، لكن لا توجد حاجة لمواطنة الحصان، هو اصلا موقعه سيء. اذا كان لعب اف 4 واضح ان هي سيئة، لانه لا يوجد حاجة نضعف موقف الملك الابيض، ولذلك بدون نقاط. تذكر دائما ان بيدا اف 2 بيلعب دور محوري في حماية الملك. الدور كمل بعد الكوين دي 5، نايت دي 8، كوين في سي 5، نايت سي 6، ووصلنا للموقف السادس. الابيض له ثلاث نقلات، اي 3 علشان يفتح عمود اي، ثاني نقله نايت في سي 6 وينشئ بيضه الدي ثالث، ثالث نقله روك اللي في اي دي 1 ويستكمل تمركز القطع البيضاء. فكر وهرجع. رجعنا تاني والابيض لعب نايت في دي 6 وبيدا دي السالك القوي، هيلعب دور محوري في شل موقف الاسود. لو كان لعب روك اللي في ايه دي 1 دي نقله تقليديه، وفي الحاله اللي هي بتستحق نقطتين.
إذا كان لعب A3 مش سيئة ولكنها ليست أفضل نقلة ولها نقطتين. نرجع لدورنا، الأبيض لعب نايت في D6، دي في C6، روك A D1، بيحتفظ بالسيطرة للدفاع عن البيضة القوي E6 وبيستكمل تمركز الرخ الثاني. كوين في D2، طبعا لو كان لعب روك D7 كان هيلعب روك E7 ونقلة جميلة جدا للأبيض. نرجع للدور، كوين في B2 D7، وزي القاعدة القديمة البيضة الثالث لازم نزقه لقدام. كوين C3 نقلة سيئة، الأسود ما قدرش نقلة الأبيض القادمة. كان المفروض يلعب بدال الكوين C3 كوين في A2 كوين في B4 كوين A5، نقلة جميلة وهيبقى موقف الأسود أكثر صلابة، لكنه لعب الكوين C3. وصلنا للموقف السابع والسؤال السابع، ودلوقتي الأبيض له ثلاث اختيارات. هل يلعب كوين في A7 ويعادل الموقف ماديا، ولا يلعب كوين في C3 ويمزق نسيج الأسود بتاع البيادق، أو يلعب كوين E7 وينشئ تهديدات على الخط الخلفي؟ فكر وهرجع لك. رجعنا تاني والأبيض لعب كوين E7، خمس نقط. النقلة القوية دي هي بتجبر الرد بتاع الأسود اللي جاي. إذا كان لعب كوين في A7 دي بتدي الأسود فرص للدفاع، أما إذا كان لعب كوين في C3 فدي من غير نقاط، لأن نهاية دور رخين قد تكون لها فرص دفاعية أكتر للأسود. الدور كمل، كوين E7 كوين F6 كوين في B4، والأبيض بما إنه استعاد أخيرا البيدق بتاع الجنبيد وموقفه دلوقتي بيعتبر فايز استراتيجي. بيادق جناح الوزير الأسود ضعيفة، ولحد نهاية الدور الأبيض بياخد وقته وبياخدهم واحد ورا التاني. الدور كمل، كوين F5 كوين D6 كوين B5 روك D2، الأبيض مش مستعجل قوي. C5 كوين D5 G6 روك C1 كوين B4، ووصلنا للموقف الثامن وللسؤال الثامن. الأبيض له ثلاث نقلات، النقلة الأولانية روك C5 ويتخلص من البيضة اللي جاي، أو روك اللي في D1 ويبطئ وتيرة الدور، أو H4 ويحاول يعمل إضعافات في موقف الملك الأسود. فكر وهرجع. رجعنا تاني والأبيض لعب روك اللي في D1، ما بتسرعش وبيحتفظ بكل شيء تحت السيطرة. إذا كان لعب H4 هيرد عليها بـ H5، لكن دايما ممكن نفكر في النقلة دي هي علشان بتلين موقف الملك الأسود وبتعمل له مشاكل. أربع نقاط، روك في C5 بتفشل قصاد روك في D7 ولذلك بدون نقاط. مش مهم الصفات الموقفية للعب، يجب دائما على اللاعب ان ياخد باله من الفرص التكتيكية. نرجع للدور، روك اللي في D1، الدور كامل، كوين B6 كوين في C5، ودلوقتي البيضة بقى امن. كوين B7 كش كوين C6، ونهاية الرخ بالنسبة للأسود برضو خاسرة، كوين في C6 كش روك في C6 روك A8 روك اللي في D C1، سلم الأسود في التكملة قد تكون روك اللي في A D8 روك C7 A5 روك اللي في 1 C5، وبيضة A هيفقده برضو.
وينتهي الدور. الخلاصة، الدور ده بيؤكد قاعدة إن الموقف بيعتبر رابحا استراتيجيا عندما يصل بيدق جي السالك المدعم بالقطع الثقيلة إلى الصف السادس أو الصف السابع. شكرا.